لله. ايوا الحمد لله. انا غادي نعطيكم دي طارت او زاماند طارت باللوز. غتحتاجي اون بات سابلي وعاد الخليط اللي غنعمرو به لي طارت. ايوا اذا غادي نخليك تقولي للمستمعات لاباط سابلي كيفاش كتصوبيها على يدك في الدار. واخا لا لاباط سابلي كنديرو 125 غرام ديال الطحين. نعم. 50 غرام ديال السكر. واحد صفر ديال البيض. نعم. وخمسة وسبعين غرام ديال الزبدة. كتخلطي في الأول الطحين مع السكر حتى كيولي بحال الشكل ديال مرمل. وعاد والزبدة عاد كتجمعيه بصفر البيضة. إييه. يعني تيعرفوا هذه العيالات كاملين كيفاش يصايبوها. كتجمعيها وبلا ما تعجنيها بزاف وتحطيها في الثلاجة باش ترتاح. نعم. ومن بعد كتصايبي لا كريم ديالك كريم او زاماند. كريمة بلوز فيها هذه سهلة فيها 100 غرام ديال الزبدة تكون رطبة. 100 غرام ديال الزبدة. و 100 غرام ديال السكر. و 100 غرام ديال دقيق اللوز يعني اللوز كتطحن هكا كتقشرو حتى كيتسحق بحال الطحين. وبيضة وحدة. نيه مليحه شويه غير واحد القريصه ديال الملحه ولا فاني ولا لوزاج دو سيترون قشر ديال الحامض على حسب الاختيار ديال كل وحده. ولا كان فاني شنو دير خنيشه ديال الفاني. اييه صافي كتخدمي مزيان هاد لاكريم لان الزبده فاش كتكون رطبه راه كتسهل العمليه ديال الخدمه ديال لاكريم. نعم. كتحطيها على جنب وتجبدي لاباط سابلي ديالك وتقطعيها وتدي سيركل صغيورين وكديري في لي ميني طارت كيجي زوينين. لي طارت صغيورين كيجيو افضل من الكبيره. اييه. وطيبيهم نص طيبه تقريبا واحد الفران يكون 150 درجه كطيبيهم واحد 10 حتى 15 دقيقه غير نص طياب. ومن بعد تديري اون كوش ديال داك بحال مثلا ديري معلقه صغيره ديال داك الخليط ديال الزبد ديال اللوز لاكريم ديال اللوز. نعم. ومن بعد ديري واحد المعلقه صغيره ديال لاكونفيتور تكون ديال لا فخيز ولا ديال لي فرامبواز كتجي زوينه معاهم. يعني اللي عندها السيده يا اما ديال الفريز ولا ديال التوت بحال بحال اللي عندها على حسب الاختيار اللي كتعجبها ديال الليمون اللي كتعجبها ديال المشماش. يعني المربع على حسب الاختيار. نعم غير ما تكونش المربع اللي سائله تكون هذيك اللي شي شويه بحال لاجولي شي شويه كتكون مجموعه. وتعاود تزيدي معلقه ديال اللوز. نعم. ديال لاكريم اللوز وصافي وتدخليهم الفران داكشي كيذوب وديك لا كونفيتور كتطلع وكتطلع فوق اللوز. المهم تيتخلطوا هما غير كتدخليهم الفران كيخدموا راسهم. يا سلام. ايوا صافي باش كتخرجي كديري شويه ديال الناطاج ولا كتخليهم هكاك طبيعيين ولا لا بالصحه والراحه. قولي يا اختي اسيا ملي كتعاودي تدخليهم المره الثانيه الفران شحال تقريبا غتخليهم؟ عينك ميزانك غادي يبان لك عرفتي تتبان لك واحد العمليه ديال بحال الفوران ديال داك لا كونفيتور واللوز كيتحمروا على حسب ذوقك ولا الطاخت راه تيكونوا ديجا لي ميني طاخت طايبين شي شويه مسطيط غير يتحمروا كاين اللي كيبغي شويه يزيدوا في التحمر كاين اللي غير القياس وصافي وكتقدميهم بالصحه والراحه.